أنا مصطفى عامر الكبيسي، هاو الطقس والمناخ. بدأت في هذا المجال عندما كان عمري 8 سنوات واستمرت في هذا المجال حتى يومنا هذا، وكانت المتابعة حثيثة ومستمرة في جهود معنية وخاصة، وأيضا هنا كان استنتاج وتحليل ورسم الخرائط العددية بشكل واضح وبيانات فعلية دقيقة، والحمد لله كان هناك دور واسع وواضح لمعطيات الطقس بشكل دقيق وقربة وموثوقية وإذا مقاربة لأرض الواقع بشكل خاص. والحمد لله تمكنا من استنتاج بعض الخرائط العددية والتي لها تأثير وارتباط في مناخنا العراق بشكل خاص، وأيضا كان لها دور في اقتصاد العام العراقي، وأيضا هناك عدة ارتباطات خلال الفترة القادمة ولنا نحاول أن نوضحها أيضا في هذا العينة. هناك أيضا توقعات العددية التي توصلنا لها في الفترة الحالية، أنه هناك توقعات بانتشار الغبار خلال الفترة القادمة، أيضا من ضمن الفعاليات هو قلة الأمطار خلال هذه الموسم المطري، وأيضا هناك ارتباط في تراجع الفاصل المداري خلال الفترة الماضية، وهذا هي لاحظناه خلال الفترة القادمة وكان لها تأثير بشكل مرسوم وواضح. احنا كطلاب معاهد نجي عندنا صديق عزيز مصطفى الكبيسي، متنبأ جوي، شاب كفو من محافظة الأنبار، له قدرة عالية على تنبؤ بالجو ومعرفة ماذا يحدث في هذه الجو من عواصف ترابية وأمطار. نلتجئ إليه أما بالاتصال عليه أو ندخل إلى صفحته الشخصية لكي ناخذ منه ماذا يحدث في هذا الجو، لأن كطلاب يهمنا كجو ماذا يحدث به. توجد هناك طاقات في محافظة الأنبار تحتاج إلى رعاية وعناية من قبل جهات مسؤولة. على سبيل المثال هناك متنبئ في محافظة الأنبار مصطفى الكويسي يتنبأ بالأجواء والظروف الجوية والطقس، فهذه يعني بهذا العمر بهذا الشباب وهنا موجودة هذه الطاقة تحتاج إلى رعاية، لأنه هو متنبئ موهوب والموهوب يحتاج إلى رعاية لكي يطور هذه الموهبة ليكون ليس على مستوى محافظة الأنبار وإنما على مستوى العراق أو العالم عموماً.